أكثر كتاب أثر فيني من جد كنت عمياء، كانت قصة بعيدا عن القصة، الأثر اللي سقط عليه بعد ما قريته كان إنه إحنا حنكون إنه مصير العالم حينتهي، وإنه ربنا يشوف كل حاجة، وإنه إحنا حنتحاسب، فإحنا لازم نشوف إحنا إيش قاعدين نسوي. رأيت رام الله لمريد برغوثي، كان يمكن أول كتاب عربي أثر فيني لهالدرجة، كان مرة كانت الكلمات بسيطة لكن المشاعر مرة دسمة. عاش 30 سنة خارج حدود فلسطين قصراً يعني، وبعدين رجع لوطنه، فكان يصف مشاعر العودة والرجوع هذه، ويستفيض في يعني وصف المشاعر. الكتب اللي مرة أحبها طوق الياسمين لواسين الأعرج، كان أكثر كتاب رواية عميقة جداً جداً ومقربة لقلبي بشكل مرة كبير، ومهما حصل برجع عيد أقرأها مرة ثانية لمدة مرة طويلة، لأنها كانت هي الشيء اللي دخلني بعالم الرواية. كان كتاب اسمه فتيات صغيرات، هو عبارة عن رواية صغيرة جدا وبسيطة، وهو قريب مني لأنه قرأته بعمر جدا صغير، يمكن كنت يعني لسه في المرحلة الابتدائية لما قرأته، فصراحة هو يمكن بداية تعلقي بالروايات بشكل عام، لأنه أسلوب الكاتبة اللي هي كونتيسة دي سيجر كان جدا يعني جذاب، فصرت بديت أحب الرواية بشكل عام. كتاب الجمر والرماد للمفكر هشام شرابي، هو كتاب عبارة عن مذكرات لهشام شرابي، ومن اسمه يعني جمر ورماد، هو يتحدث عن ما كان سابقا ومؤثرا فيه وكان جمرا من خلال كلمة رماد. الرماد هو ما نتج عن الجمر أو نهاية الجمر، كان يعني الوهج الذي كان سابقا موجود ومن ثم انتهى وصار رماد، لكنه بقي ومؤثر جدا فيه، والجمر الذي ما زال مصاحبا له.